مثلا الشبكة مش شبكة، اللهم صل وسلم وبارك عليك حبيبي يا سيدي يا رسول الله، اللهم اسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة، اللهم صل وسلم وبارك عليك حبيبي يا سيدي يا رسول الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يفتح المصاحف على سورة المعارج. الله الله على القرآن وجمال القرآن، أنا كرمنا بالقرآن يا رب. أختي المبارك فضيلة الشيخ الدكتورة جازية آل منصور زين حبيبة ماما حبابة، سورة المعارج. تفضل فضيلة الشيخ. الله يصلح حالك يا رب. هلا يا حبيبتي دكتورة نسرين حبيبتنا الأستاذ وحشان. يا جات حاضرة، ربنا يكبر بخاطرك، وحشانة بقى لك كتير ما شفناكي. الله يكبر بخاطرك يا بنت، وسهلك حالك يا رب يا رب، يا رب يبارك فيك وتديك الصحة وخليك، اللهم صل وتصلح لك الحال والوقت يا رب يا رب. اللهم امين. مش عارفة اتجوزت بقى ولا ربنا يصلح حالك، ربنا يصلح لك الحال والوقت يا رب يا رب. اللهم امين. اللهم صل وسلم وبارك عليك حبيبي يا رسول يا رب. اكبر بخاطرك يا بنت، الله يكبر بخاطرك ويديك الصحه ويرضيك ويديك يا رب، ويرضيك ويديك ويرضيك ربنا اللي انت عايزاه كله يا رب. اللهم امين. الله يبارك لك، الله ينجيك من كل شر يا رب. الله الله على الورد. ايوه كده، الله ينجيك. هل ترى كان كنت الله غايبه ينجيك عن اليوم، كنت غايبه بقى لك كتير، الله ينجيك، ما شفناش الحاجات الاحسن دي كلها. ربنا يديك ويرضيك يا رب، ربنا يصلح حالك يا رب، يرضيك ويديك يا رب الخير وخير من يا رب. اكبر خاطرك يا حبيبتي، ما قبل اللي شفتك قبل ما انزل، ربنا يصلح حالك، ما سافر ان شاء الله تيجي على طول. ربنا يبارك لك يا رب ويصلح لك الحال والوقت يا رب يا رب. اللهم امين يا رب العالمين. الله يبارك لك، الله يديك ويرضيك الخير وخير منه يا رب، يا رب تكبر بخاطرك ويديك ويرضيك يا رب. اللهم امين. الله الله على الدعوات الجميل يا رب، صلح حالك وبالك يا رب. اللهم امين يا رب العالمين، صلح حالها وبالها يا رب يا رب، وديها ورضيها يا رب العالمين. يا رب يديك يا بنت الخير وخير منه، الله يسعدك، الله ينجيك. الله الله على الدعوات الجميل، الله ينجيك ويديك يا رب يا رب، الله ويرضيك يا رب يا رب، ويرضيك باللي انت عايزاه كله يا رب. اللهم امين. الله يرضيك باللي عايزاه كله، ويصلح لك الحال والوقت يا رب. وصلت يا رب، توعدك من الحلال اللي تهنيك ويغنيك ويسعدك. ربنا يصلح حالك يا حبيبي يا رب، توحشنا جدا جدا، احكي الام وحشتنا جدا جدا. ربنا يبارك لك، الله يبارك فيك. قلت لك لسه ما اتجوزتش والله، لسه انا بحسب ربنا رضاك، ربنا يديك يا بنت ان شاء الله، الله يرضيك ويديك يا رب، اديها ابن الحلال اللي يهنيها ويغنيها ويسعدها يا رب، يا رب اديها ابن الحلال اللي يهنيها ويغنيها ويسعدها يا رب يا رب. اللهم امين يا رب، يا رب تكبر بخاطرك وينبيك ويسترها وياك ويصلح لك الحال والوقت يا رب. الله الله، وحش دعوتك، واحنا وحشتنا خالص بقى لك اكتر من كتير، بقى لك اكتر من شهرين. انا بقى انا اقول هروح من غير ما اشوف هتيجي ان شاء الله على طول. ربنا يبارك لك يا بنت، الله يبارك لك ووعدك بابن الحلال يا رب يا رب، رب توعدك بابن الحلال. طمني عليك، قلت لك نزلي الام عشان نشوفك صوت وصوره ونكلمك عشان بتوحشينا وبقينا قلقانين. ربنا يصلح حالك وبالك يا حبيبتي يا رب، يا رب اسديها ورضيها واديها ابن الحلال اللي يهنيها ويغنيها ويسعدها يا رب. اللهم امين يا رب العالمين، يا رب وعدك بابن الحلال اللي يهنيك يا رب، يا رب ويغنيك ويسعدك يا رب. اللهم امين يا رب العالمين، يا رب يديك ورضيك يا رب ان شاء الله. ربنا يصلح لك وبارك، الله يبارك لك. متى مسافر؟ ايه قريبا ان شاء الله نعملها بقى الاسبوع ده باذن الله. ربنا يكبر بخاطركم يا رب، يصلح حالك وبالك يا حبيبي، ربنا يكبر بخاطركم كلكم يا رب. لبستك ده من زمان، الله يكبر بخاطرك.
ضحكتيها حاجات الحلوة دي من زمان ما شفناهاش. يا رب يصلح لك وبالك. الله يكبر بخاطرك، الله ينجيك من كل شر، ووعيدك بابن الحلال اللي يهنيك وغنيك ويسعدك. يا رب الله يكبر بخاطرك. بيت الله الحرام تقبل الله دعاءك، بيدعو لكم في بيت الله الحرام. يا رب يا رب تكبر بخاطرك يا رب وكلكم. يا رب بارك الله فيك. استرها وياك يا بنتي وتحلك الحال ويديك ويرضيك. ان شاء الله كل مستجاب عند الله. يا رب ترضيك ابن الحلال اللي يهنيك ويغنيك ويسعدك. هتشوفها الله يكبر بخاطري. هبقى اطلعها توك توك، التوك توك بتاع بابا. الله يكبر بخاطري. عملت لها توك توك على التليفون التاني. اشوف الله الله ربنا يصلح لك ويبارك لك. الله يبارك لك يا رب. الله يبارك لك يا بنتي ويبارك لك حالي. قلت لها بيفتح لك بس ان شاء الله مش هتطول، بس عشان صبيحه بقى لها اكتر من شهرين عمليه في عينها وفي صبيحه في نفس اليوم. في يوم واحد. ومش راضي يخيف، كل ما اروح الدكتور يقطع لها في عينيا الاثنين. الصحه باسم سلوى، ربنا يصلحها لك يا استاذه سلوى بخاطر. يا رب يشفيك ويعافيك يا رب. حبيبتنا الدكتوره نسرين وحشاها. الله يبارك لي. الله يبارك لي. ربي يكبر خاطرها ويصحها. هذا باللي سمعتي اسميها وشفتيه. الدكتوره لقيتها منوره. الله يبارك لك يا بنت. الله ينجيك يا رب يا رب. الله ينجيك من كل شر وسعيدي. سلامتك ألف سلامة يا أم، ربنا يصلحها. الله يسلمك يا بنتي ويسترها وياك. ربنا يصلحها لك وبالك ويشفيك ويعافيك. ويعيدك بابن الحلال اللي يهنيك ويغنيك ويسعدك يا رب. يا رب يا رب يا رب راضيها بابن الحلال اللي يهنيك. بإذن الله. عشان تتأخر، لو اتأخرت هننزل نجيبها أصلا، استغناش عنها أصلا. ربنا يصلح لك يا رب. بارك الله فيك. معرفش أعيش من غيرها يا بابا. أي بابا متوفى هنا وكل حاجة هنا وكل حاجة، بس معايا ريحته معايا وكل حاجة معايا واسمي على اسمه كل حاجة. وماما ربنا يسهلها وتجي المدينة إن شاء الله. يا رب. يبقى تموت في المدينة إن شاء الله، ربنا يسهل. بعد عمر نطول لك يا فضيلة الشيخة. الحمد لله. يا رب يصلح لكم وبالكم. راح يرجع من مصر ان شاء الله، ترجع قريب. قلت لك يعني ما تروح هتيجي امتى؟ لان عاوزين نشوفك. ما يأمر ربنا بقى ان شاء الله. كله بتاع ربنا ان شاء الله قريب باذن الله. كله بتاع ربنا. بس حبانه نقول لك انت اول واحده عارفه. ربنا يبارك فيك يا رب ويصلح لك الحال والوقت. بنتنا حبيبتنا الاخت العزيزه الغالي. يا رب تصلح لك الحال يا بنتي. يا رب بص يصلح لك حالك ويدي لك وقتك ووعيدك بابن الحلال. يا رب يا رب اللي يهنيك ويغنيك ويسعدك يا رب. يا رب. هتسافر عشان لازم، ما فيش تجديد بقى، لازم تسافر. قالك ما فيش تجديد، ما رضوش يجددوا. ما فيش، قالك ربنا يصلح لك. ما رضوش يجددوا. هي بقى تسافر وان شاء الله ربنا يصلح لها وتيجي بالسلام يا رب. حتى ما رضوش يعملوا لنا عمره كمان. لو كنا مقدمين بس احنا لما رحنا الوقت طلعت لنا في التليفون بس ما رحناش عشان الوقت. الحمد لله. قلت لك هتسافر ان شاء الله قريب، وقت يرجع قريب ان شاء الله. الله يمكن نمشي الاربع، الله اعلم. يمكن ما تسافريش، يجي قانون كده يقول لا خليهم. يا رب يا يعني قادر على كل شيء. قادر وغير ما يغير الاحوال وبيبدل الاحوال. بيبدل كل يوم شكل. بيبدل. قلت لك يا خساره، مش هنشوفك. مش عاوزينك نحرم منك ان شاء الله، مش هنحرم منها ابدا ان شاء الله. ربنا يبارك لك يا بنت. الله يبارك لكم كلكم. الله يديك ويسعدك ويرضيك بابن الحلال اللي يهنيك ويغنيك ويسعدك بحق الاذان اللي بيدي. الله الله. الام بتاعها اسمها بحق اذان اسمها مصر على اسمها ماما وبابا على الام وصورتها بقى على الام. يا رب اسمها ماما وبابا، صورتها هي وبابا برضك على الام. يا رب يسعدك. حبيتي تنزلي وتكلميها بقى اسمها ماما وبابا، كاتبه اسمها ماما وبابا. الله اكبر. ربنا يصلح حالك وبالك يا حبيبتي. الله اكبر الله اكبر الله اكبر. ربنا يكبر خاطرك يا رب. يا رب يكبر بخاطرك ويديك. اللهم اكبر. امين يا رب العالمين. ويديك ويرضيك ابن الحلال يا رب.
بشر رضيها ابن الحلال اللي امين يغنيها ويسعدك يا رب. اللهم امين يا رب ويسعدك ويديك ويرضيك يا رب على الدعوات مع يا رب. الاذان. اه اديها جميل ورضيك يا جميله مع الاذان يا يا رب. رب، اديها ورضيك ابواب السماء فائد مفتحه الاذان يا رب يا رب يا رب. ربنا يا يصلح رب لك ويبارك يصلح لك حالك ويدي لك وقت يا رب. اللهم امين يا رب العالمين. يديها وقت يا رب وحوش يا عنها رب. الشر والغيبس كله يا رب. الله الله يا رب وحوش عنها واديها الخير وخير منه. ربنا يصلح لك يا حبيبتي اديها الخير وخير منه يا رب يا رب. يصلح لك ويبارك يا حبيبتي يا رب اديك الخير وخير منه يا بنت. اللهم اشرف تبقى معنا يا رب. اللهم اللهم صل على الحبيب. ربنا يصلح لك ويبارك عليه الصلاة والسلام ربنا صلى الله عليه وسلم. ربنا يجبر خاطرك يا حبيبتي ربنا يجبر بخاطرك ويديك الخير وخير منه يا رب. يصلح لك ويبارك يا رب تديك الخير وخير منه يا رب يا رب. يصلح لك يا حبيبتي الله يسترها وياك يا رب. اللهم امين. ربنا يبارك فيكم جميعا يا رب يا رب. اللهم امين يا رب العالمين يا رب تجبر بخاطرك يا رب. هي اللي هي اللي بتفرحني يا رب. يلا كل اللي بيفرحوني كلهم يا رب اديهم الخير وخير منه. الف مبروك على الاشراف يا رب يا رب. عملت لها اشراف عشان تفرحني تانيك منوراني بقى على طول يا مشرف. حبيبتنا الدكتوره المشرف ربنا يصلح لك وبال يا رب يا رب. مفسرة أحلام بفسر أحلام بس بيبقى في محاضرة تانية لمفسرة أحلام ممكن ما نصلي العصر. ربنا يصلح لكم بالك عشان العصر أزل. حبيبتي المشرفة عملت مشرفة ربنا يبارك لي دكتورة نسر انت تستاهلي وأكتر من كده. تستاهلي تستاهلي احنا نحط نشرك في عينيني. الحمد لله حبيبتي نشرك في عينينا ربنا يديك ويرضيك الخير وخير منه. فوق راسي يا أختي الله يرضيك الخير وخير منه يا رب. يعني الله يجبر بخاطرك مع الاذان والاقامه افضل دعوات رب. ربنا بيحبك دخلتي عشان سبحان الله واقول يا ترى عماله اسال ولا عارفه اصلا يقولوا ما نعرف وماما تسال عليك تقول ما بقى. ما نعرف شيء اللي بتجيب لنا الحاجات الحلوه اقول يا ترى سافرت شالت ايه يعني مش عارفه اوصل. ربنا يصلح لك وبالك يا رب. الله هنصلي العصر بقى ونبقى نرجع تاني ان شاء الله. بارك الله فيك والف مبروك على الاشراف. الله الله على حاجات يبارك لك حاجات جميله الله يبارك لك يا بنت الله يبارك لك ويديك ويسعدك يا رب يا رب ترضيه يا رب اديها ابن الحلال اللي يهنيها ويغنيها ويسعدك يا رب. اللهم امين يا رب اديك يا بنتي يا رب اديها ابن الحلال اللي يهنيها ويغنيها ويسعدها ويكبر بخاطرها يا رب. لا ما تقول لك العين ام الحاج ربنا يصلح حالها يكبر بخاطرها يا رب. بعت لك كل حاجه العين ام الحاج ربنا يصلح حالك يا حبيبتي. هتيجي عشان ما تنحرمش من الحاجات الحلوه دي. ان شاء الله تيجي قريب على طول باذن الله مش هتطول ان شاء الله يا حبيبتي. ماما ما استغناش عني يا رب. وانا بحب السعوديين بتحب السعوديه ومش عاوزه تنزل منها ابدا. بحب السعوديين امراء كلهم بارك الله فيكم جميعا امراء بيحبونا يا ربنا يصلح لكم وبالكم كلهم بيحبونا وينشروني ان شاء الله. هنصلي يا رب ربنا يصلح لكم يا رب. نصلي ونعيد بإذن الله يا الورد الجميل ربنا يصلح لكم شكرا وتشوف الحاجات الحلوة دي كلها يا رب. ربنا يجبر خاطرك يا حبيبتي يا رب ترجع وتفرح يا رب. رجعتها يا رب وترجعك بالسلامة تجي تاني بالسلامة هتجي لنا بالسلامة ان شاء الله يا رب. نفسي يا بنتي بإذن الله تيجي ان شاء الله نفسي. ممكن ينزلوا قرار يقولوا ما تسافرش اللي سن كبير ما يسافر يا الله يا رب. خلوش بس لحظة سيبتنا سيب الحمل كده لحظة احنا يا رب متأخر الحمل بتاع القرآن يا رب. أما أنا بقى بتقولك يا رب يعني أنا كنا ينزلوا قرار في آخر لحظة يقول ما اللي سن كبير ده قلت خليهم قاعدين يعني قاعدين في البيوت أو لا بتتحرك على الكرسي على الكرسي زي ما احنا قاعدين يعني حتى الطيارة انت اللي شننا كده وننا كده عزل ازاي في الطيارة من هيمشيني من هيشن كده يا الله ربنا ان شاء الله يمكن من هيشن ولا يعمل فيا يا كده يا رب. رد على حلم ما فيش حنان مش مكتوب حاجة يا حبيبتي ان شاء الله نصلي وافتح تفسير الاحلام محاضرة تفسير الاحلام ان شاء الله.
ربنا يصلح حالك في قادر على كل شيء يكون فيكون يا اجل وغير ما يقدر يا رب يصلح حالك وبالك يا رب. هو كبير بارك الله فيكم جميعا وعلم بي علم بي يا رب. ماشي ان شاء الله نصلي ونرجع باذن الله. بارك الله فيكم جميعا علم بي يا رب. يا رب يصلح حالك وبالك يا رب. بارك الله فيكم يصلح حالك وبالك. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا سيدي يا رسول الله في الاولين وفي الاخرين وفي الملا اعلى. نصلي ونرجع ان شاء الله باذن الله ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ربنا يصلح حالك.